1960 في البيض، كنا مناضلين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، شاركنا مع الحزب المعتمد، كان في ذاك الوقت الحزب المعتمد، ومن بعدها ولينا في الاعتقالات والضرب والمشاكل، هما كريوا لنا المشاكل واللي يضربوا فينا واللي يحاوزين فينا من شارع لشارع، ولاو يقتلوا في الشباب ولاو يشردوا في العوائل، ولاو داونا 1990 داونا المرسى. من بعد المرسى طلقوني، ضربنا 9 أشهر طلقوني، في الطلقة ذيك اللي طلقونا من المرسى عودت البيض، قعدت واحد مدة 6 أشهر والله درت الزفاف تاعي، في ليلة الزفاف تاعي ليلة الدخلة خطفوني داوني الرقال، ضربنا واحد العام وثمان شهور ولا 6 أشهر في الرقال، من بعدها طلقونا عدنا ندورو عادي كما أيها الناس، خلقت الجنازة تاع حياة المرحوم تاع شيباني ثاني داوني في وسطها من الجنازة خطفوني، وقعدت نمشي الأمورات يوم ما خلقت واحد المشاكل والله. أي سنة هذه؟ أي سنة خرجت من المعتقل تاع رقان؟ 92 93 93 من بعد 93 ولاو يرفدوا الشباب هنا في البيض، أنا هربت، هربت عند نسابي هنا بعيد واحد 10 كيلو ولا 20 والله، من فمها قبضونا فم خلق التعذيب. واش من عام قبضوا؟ 94. شكون اللي حكم؟ عام 1994. شكون اللي حكمك؟ حكموا لي جادارمية ولي باتريوت لي قارت كومينا هذا تاعهم، وانهم الاخرين، وكان فيهم واحد السيناتير يقول لها ناس اسمها من بوعلام ربي يسموها، المهم كان معاهم سيناتير في ذاك الوقت، ولاو يعذبوا فينا انا وربع شباب. وين داو؟ داونا للدرك. كانوا لينا اللي كاكول ما تنجمش تعرف، احنا اللي صحينا عليها كي دخلونا للدرك. واش من الدرك؟ الدرك الوطني. وين المقر؟ في البيض. طلعونا ولاو يعذبوا فينا في التعذيب، لقينا انا شباب واحد اخرين بزافهم، كان لقيناه مضروب في سير جوان، كان يعذبوا فيهم واحد العذاب بحال خطير. واش يضربوه؟ كيف السير جوان؟ السير جوان هذا تاع المصريات اللي يخدموا به المصريات، يضربوا يعذبوا فيه. مسوحوا في الرقا يعذبوا فينا بالتريسينتي، ها هما هناك العيا، هذا هما لحد الآن مازال لي تراسهم قاعدين. هذه الكهرباء حولت رجليك تريسينتي، يعني يربطوا لك هكا، يديروا الفاز والناتر مع بعضهم يديروا البريز هكذا، يعني مكتفوا بالطابوري طويل كما ذاك اللي هم يديروا فيه صار طونت ولا حاجه، هنا هنا سلك داروه ولا كيفاش؟ هذا تريسينتي كهرباء، مدين الخيط نخسينه ويحزم لك هنا ويفوت لك ماس واحد اخر هنا السلوك بين راكوردي بين هنا وهنا، يدير سلك هنا زيره وهنا واحد فوتينه في البريز. عذبوا واحد شباب معايا ثاني، بصح انا اللي ركزوا عليا بزاف ولا يضربوا فيا، قلت لي مازال يسيح حتى لوكان يسيل، وهذا مازال هو وين هنا هو مازال يسيل ويطلق الريحه فايحه. راه تعفن من حين لاخر تعفن. وعندك وكذا فوق رجلك ثاني هذه هنا عندك نفس الرجل كيما الرجل اليمنى عندك ثاني ك واش تسبب لك في تقطع الاوصال ولا الكاحل اللي طنطن الاعصاب راحوا احرقتهم الكهرباء. هنا فيك شي ثاني مه.
عندك في ظهرك ثاني؟ واه ظهري واه هو. كاينه بلايص واحده اخرى ممكن تذكرها لنا؟ كاينه بلايص واحده اخرى حساسه في ال لا تقولنا برك الشر الناحيه هذه منا في ال في بلايص حساسه تنجمش نوريهم الكاميرا جهاز جهازك التناسلي معنا جهاز تناسلي واه واستعملوا الكهرباء كذلك الكهرباء والضرب الركله كل الوسائل اللي عندهم متاحه لهم ضربونا بها ما قصروش علينا من بعد ولاو عندنا في واحد لي بارو فقط جهازك التناسلي اما من بعد العذاب علقونا في البانو في واحد البانو كانوا يخدموا به في تاع كانوا يديروا لا ميكانيك تاعهم الزوندرافر كان يوصلوا حتى داروا لنا التيوات في الدبور تاعنا كيفاش التيوات؟ التيوات تاع النحاس ولاو ينقزوا فينا الدبور تاعنا كاين واحد الشاب مازال راه يعاني من هذا الامر هذا معناها وتصيبتم بالجنسية تصيبتم جنسية ما قصروش علينا كل حاجة شوف كل الوسائل داروها لنا من بعد علقونا في الساعة تاعهم عند لاتولي كيما يقولوا في العربية الورشة تاعنا وين يخدموا الطيوطا تاعهم الزاندروفير تاعهم زقوا لنا الذراري تاع ولادهم ولا يقولوا علينا يضربوا فينا ولاد الدرك ولاد الدرك احنا في واحد الساحه وصلوا يقولوا علينا يضربوا فينا يتفلوا علينا يقرصوا لنا اثنين ولادهم هذا واش يقولوا لهم واش يقولوا كي جابوهم واش قالوا لهم انهم هذو ارهابيين ارهابي في البيض هنا الله العالم كان ارهاب الاول هما كرياو هنا في البيض كل شيء راه كازوز يبريزونتيك بها يقول هذه بومبا شكون اللي كان حاضر في خلال العمليه التعذيب وكم دامت عمليه تعذيبك؟ احنا قعدنا 24 يوم تحت التعذيب تحت التعذيب واه من 12 من جوان حتى 2 جويلي ما عندي سيرتيفيكات سيجوري انا قعدت في السبيطار اسمح لي الدم لين تنقل للمستشفى نقعدوا فيه في الفتره هذه 24 يوم كيفاش فات عليكم كان يوميا تعذيب فات كان يتشرف عليها الكوموندون شريط في ذاك الوقت الكوموندون شريط اللي هو كان وكان سيناتر الكوموندون شريط هذا قائد مجموعه الدرك شريط الحبيب اه وكان هذاك تاع بوعلام سيناتر هذا شيء اسم تاع محوص كوكي هكا في ذاك الوقت كان كوموندون شريط الحبيب رئيس الدرك الوطني تاع ولاية البيض وكانوا اللي معاه مينيشيات بركات محوص كان رئيس مندوبية البيض وهو رئيس بلدية في ذاك الوقت كان الشبعات كان الشيخ بن الشيخ كان معاهم واحد يقول له سالم هذو الصفه تاعهم واش تاعهم هذو مينيشيات مسلحه كانوا يخطفوا ويقتلوا ويعذبوا يقتلوا شباب ويلوحوها في لي رونبون في الشوارع ينكلوا باليوشات تاعهم ما قصروا على حتى اي حاجه طافوا يديروها في ذاك الوقت ديروها اخص من هذا التعذيب والقتل هذا بحوص بعدها طلع سيناتر 7 سنين بس قاعد يخدم وبعد طلع سيناتر مع اي حزب كرموه على راندي كرموه في ذاك الوقت لانه كان متشرف على التعذيب والقتيلات وكانوا يدوا من البيض منه البوعلام يعذبوا الشباب كان يعذبوهم في المقر تاع الدرك الوطني القديم في بلديه بوعلام كانوا هم يعذبوا من بعدها في هذاك النهار قلت له واحد يقول له خالد له بار تحديد ضربوه الراس هذا الشاب قتلوه واه قتلوه في داخل ثلاث ولا اربعه في هذاك الوقت قتلوه داخل مقر الدرك داخل واه داخل
قلت له واحد يقول له بوزيان داركي داركي بوزيان دوك راه داير قهوه وريستوران في بوعلام كيخرج لها تريت قعد من الصغر في بلديه بوعلام دار ريستوران وقهوه وذوك الله العالم راه مازال من نيشات مازال راه معالي دار كومينار يعني خرج من دارك ولا واه من بعد اللي عذبونا أسرة أولادهم وداولي للحبس هنا بعد الكرعية تاعي طيح منهم دود مش مسيج بس مش مسيج نتاع حظ كي عذبونا فهم حصل دخلوني ميت ما يعني عارفوا الشباب بعدو يوصلوا في جاي حسب الامكانيات تاعهم مساكين كل اللي هرب سوته وصير لي بها رجلي داخل السجن داخل السجن يعني اسمح لي باش الناس يعني اللي تسمعنا تفهم مليح يعني خرجوك من مقر الدارك الوطني داونا في هذيك الحاله واه داونا المحكمه داوكم المحكمه محكمه واه وانت داوك واقف تمشي كيف هو الدوره في ديني دوره في ديني فما قال لنا واحد يقول له لوكي واحد رئيس محكمة البيض وكل دولة واه قال لنا كون خليكم هنا يقتلوكم كون نخليكم عندهم قال لنا كون نخليكم عندهم اللي دخلت انا كون نخليهم عندكم نخليكم عند الدرك راهم باقيين يقتلوكم اللهم الحل الوحيد اللي راه فيكم نسلكم للسجن ما سألك على رجلك على وين شيخ ما عندنا حتى دوسي ما كان حتى حية كانوا يرفضوا كما بقاو ويديروا كما بقاو هما يقتلوا يشردوا كان الحكم في ليهم سيدي البشير في هذا وكيل الجمهوريه اللي قال لك هذا الكلام كيفاش حتى اقتنع تسمى معناها انقذكم منهم انقذنا من هذا الحي اللي كانت باغي تقتلنا لنا وتاكلنا وكل شيء ديرها قال لكم لفظيا رايحين تكون تبقوا عندهم يصفوكم يصفوكم اللهم الحاجه قال لنا الحاجه اللي نديرها فيكم بعد قال حي اللي نديرها فيكم نسلككم بها نسلككم بها نسلككم الحوض ممكن اسم هذا وكيل الجمهوريه ولا العربي ما نعرفوش بعدين في السجن كيفاش كان؟ السجن داونا الحقيقة اللي قاضني في هذاك الوقت فيهم اللي عاملنا وفيهم اللي ينفرنا قعدت مدة 3 أيام والله ضعت دخل كيف ضعت؟ ميت وانا كشف ميت دخلوا واحد اللي قاضني فهم منهم واحد من زريطلات و زريطلات واه زريطلات بن عامر وكان المدير واحد يقول له باجي دخلوا داونا المستشفى البيض كي داونا المستشفى البيض شحال قعد في السجن باش داوكم من السجن؟ قعدنا 3 أيام هنا السجن تاع البيض قعدنا 3 أيام داونا المستشفى تاع البيض كي داونا المستشفى كي داونا المستشفى قاموا بنا شباب الله يكثر خيرهم فرامنا تاع البيض قاموا بينا مليح قاع يكثر خيرهم لا فرامنا ولا فرمليات ولا حتى لي كونسييرج هذا في الحقيقه اللي ما قصروش علينا شباب اللي طاش بحاجه دارها وكان منهم واحد يقول لها السلمي الهندي كثر خيره كان فوق طوطوم والله ما نعرف واش تهدي يوكل بحال كان يدوب لي الروبا وهذيك شافنا كتلنا قشر قالوا فينا غير رصام برك في هذاك الوقت 200 لكن نقعد هنا 40 يوم في المستشفى تاع البيض كي قعدت 40 يوم جا ترونسفير كانوا باغيين يدو واحدين منا الترونسفير نقلوني معاهم هما دخلوهم للسجن وانا دخلوني مستشفى سعيدة كي دخلوني مستشفى سعيدة فهم كانوا دولة في زامبيلونس منه دو واحد اخرين معايا ما عرفتهم شناهم عرفتش واحد انجليزي ولا ضاربينا من فم ملي داونا المستشفى قعدنا في مكثنا في المستشفى تاع سعيدة كان واحد لي جابوني فم ولا ما عرفتش شناهو ولا ما عرفت الا نقطعو له رجلاه كاين هادو متشاورين دخل واحد يقول له طبيب تاع اعضاء يقول له زماني نوردين حقاً الله يكثر خير ربي ثم هو بحال ساعدني أواني وتبعني مليح مليح
قعدت في السبيطار فم هو يعالج في ناي وقف معنا الوفاة تاع الرجال بحال ماهيش اللي قصر علينا والله. من بعدها قعدت 14 شهر في السبيطار السعيدة ما عاد اللي سرت في التسجيل هنا تاع الموقف هذوك. 17 شهر وهم يعالجوا فيك؟ واه 17 شهر في السبيطار وهم يعالجوا فيا. واه 14 شهر. واه خاطر انا قعدت كاع المجموع 16 شهر وشي في السبيطار بين هنا وبيضهم. 16 شهر ما كانتش كافيه العلاج. داو من بعدها داوني للسجن. ودور جوب للسجن؟ داوني للسجن. واه داوني للسجن. كانت عندهم واحد العيادة صغيرة فيها 300 طراف في الرابعة دايرينها عيادة دايرين فيها واحد سرة وفرملية من المحابسية الفرملية واش ما يداويك لا مجرحات ولا يعطيك خشي تاع يضرك راك يعطيك خشي تاع راس يضرك شعرك يعطيك خشي تاع راس يعطيك خشي في راس تاع راس هذا ما هو عارف ما يعرف تحية يقول خشي تاع راس. ملكتنا فهم دخلنا دونا الشرع المحكمة شرعنا ردنا رونفواي قعدنا وراها واحد 14 يوم والله وشرعنا عطاوني 3 سنين سوسي. هل ترى الإرهابي يعطوه 3 سنين سوسي؟ واش تهي كانت التهمة؟ التهمة تكوين جماعة مسلحة. معليش تبغي تكسر شوية رجليك هكا باش في ساعة ما سيب البشير ممكن نرجع للفترة اللي كان فترة التعذيب في مقر الدرك. حبينا نعرفوا كيفاش كانت النفسية تاع اللي كانوا يشرفوا على تعذيبك. والله القاسم اللي كانوا دايرين ديسك تاع الجنية هذا ويعذبون عليه ويضحكوا. مانيش حافظ هذاك الديسك مانيش عارفه بس والله الا النفسية تاعهم مرتاحين يعذبوا فينا بورودة تاع دم هانين متريحين علينا كنا بيروحوا جوج ثلاثة وجوج ثلاثة ما كانوش مغطين وجوههم ما كانوا لا مغطين وجوههم لا والو نورمال يعذبوا فينا باش الناس تفهم الجنية هذه يا شيخة شيخة دايرين لنا الباب فهمت دايرين واحد بوست كاسيت ودايرين فيها الكاسيت تاع الجنية ويعذبوا فينا هي تغني كاين اللي يرقص كاين اللي فرحان كاين اللي عذب كاين كل طريقة كل واحد داير واش في راسه ما كانش اللي قصر علينا ما كانش اللي قصر علينا. انت لما تقولنا الشيخات فكرني بالرباط الضاجي لما كانوا يعذبوا المجاهدين الجيش الفرنسي كانوا يديروا لهم القناة تاع لا كانوا يديروا لنا حنايا تاع القصبة تاع الجنية القصبة ويعذبوا فينا يعذبوا على انغام موسيقية واه تاع الجنية كان الديسك هذا كان اللي كان يقولوه لي وني ناسي ما عرفش هذيك والله ما نقول لك وراك شوف عيني ها هي خمي ها رايحين هضرك وعينك كيفاش ها هي راك تشوف فيها انا اللي مطالب باش نرفعوا دعوه على هاد الناس اللي كانوا في ذاك الوقت حكام نرفعوا عليهم قضيه امام المحاكم الدوليه وامام المحاكم الجزائريه باش يشوفوا الامور ان هاد الناس علاش عوقونا واش هو السبب اللي عوقونا عليه واش هو السبب اللي حرقوا لنا زاقنا عليه واش هو السبب اللي دولينا ملكنا عليه واش هو السبب اللي نطلبوا من المحاكم الدوليه انا بذاتي نطلب نفوت هذا نزار المحكمة الدولية لأنه هو في هذاك الوقت كان حاكم ويأمر وكانت عنده سلطة هو اللي قتل هو اللي شرد هو اللي عذب هو اللي كل شيء داره. اليوم نطلب من الناس اللي يعرفوا يورونا يوجهونا باش نحاكموا هذا المجرم اللي خلال البلاد والعباد واليوم يدعي يقول لك انا خاطيني وهو اللي عذبنا هو اللي بهدلنا هو اللي مرمدنا هو اللي شوفنا الويل هو اللي ضرب ماتنا هو اللي ضرب باتنا هو اللي ركب لنا السكر هو اللي ركب لنا الحلو هو كل شيء اللي داره. هذا احنا واش نطالبوا درك ونطالبوا من هاد الناس اللي راهم يقولوا احنا وحنا يداوونا رانا مرضى رانا مخصوصين يدون لنا حل
ينحل باش يشوفوا رواحنا برواحنا. الواحد راه متبادل في هذه البلاد، يا هو جزائري ما عندهش حق حتى حيه. واحد الرفاه يا ديال الرب. واه هذا التصويره كي كنت واقف سي محمد. ها هي هذه شهادة المكوث تاع السبيطار تاع سعيدة وتاع البيض. هذه تاع سعيدة هذه البيضة البيض بياضي البيض بيض واه ولاية البياضي. هذه سعيدة ياك سعيدة بابا؟ نعم نبدا لعبات. دوري ما دور دور براسك. روح روح معليش روح. أكيد عندك ناس سيجور. هذه تعيدة إيش حال فيها مشهر؟ أنت حد ما خشيش على روح. هذه نفسها نفس الأولى اللي تعبيض هذي واحد. وال قلت لي باللي مش يا بدك يا عبد الملك يعني باش تهبط تحت هكا هذا الباب. حسن فرحة. هذا الحي الكبير. هذه هي الطيارة التالية. هذه هي تحرك بها وتقضي أشغالك يعني. نبلغ سلامي لكل العمال تاع المغاربيه وتاع العصر تاع رشاد، رجاله نسال منهم، شباب شبه كل شيء. ولا سي محمد معايا بارك الله وسي الحسن. Thank you.